بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص وانطلاقا من هذا الحديث الشريف نحن نؤيد القرارات التي تفضي بالأمة الإسلامية إلى أن تتوحد وأن تستغل مواردها وأن تستقل بقراراتها ومفاهيمها وأهدافها لتبني دولة واحدة قوية عزيزة متينة تخدم الإنسان وتخدم الإنسانية بوجه العموم. ولذلك هذه القرارات التي طلعت نحن نؤيدها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونناشد كل الإخوة الذين يتبوؤون مقاعد في الدول الإسلامية بهذه المعنى الكبيرة بهذا المعنى الكبير أن يسعوا جاهدين لأن يتصالحوا مع نفوسهم وأن يقدموا ويؤيدوا كل القرارات الشعبية للدول الإسلامية، لأن مصيرنا واحد وهدفنا واحد وأننا أمة واحدة والله هو ربنا. ولذلك نقول بأننا في تشاد، نحن كتشاديون ونمثل بعض الجمعيات العاملة في الحق للإنساني، بأننا نقول بأن إنسانيا ينبغي أن نتحد، إنسانيا ينبغي أن نتوحد، إنسانيا ينبغي أن نمضي إلى الأمام. وفي الاتحاد قوة، في الاتحاد قوة، ونحن أقوياء بعددنا، أقوياء بأموالنا، أقوياء بهذه المساحة الأرضية الواسعة، أقوياء بربنا، أقوياء بديننا، أقوياء بإيماننا. ولذلك نحن إنسانيون وندعو إلى الإنسانية وندعو إلى الحرية وندعو أيضا إلى توحد الأمة الإسلامية. أشكركم. من فضلكم تعرفون على حالكم أيضا. أنا اسمي عبد الله عبد الكريم أحمد من تشاد. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.